سلام بنات، مرحبا بكم في القناة. معكم سناء. يوم جديد مع سناء. هتدوزوا معي اليوم هذا؟ كيف دوزتوا؟ غتدوزوا معي. اتمنى لكم فرجة ممتعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. هنا من بعد ما فطرنا نط كندوز الأواني ديولي باش غادي نخرج إن شاء الله. البنات هنايا خديت واحد الكوفر للبنتي كيف كتشوفوا، زوين بزاف. اتصلت به من الموقع غوموي، فيه مترو على جوج، غير صغير ديال الوليدات هكا ديال بلاصه. هذا كيجي بحال هكا في التفريشه. تنهار غنفرشو ونوريكم. انا دابا بغيت نتقاسمو معاكم. وخديت من عندهم حتى واحد الحلقات، حلقات جاوني على هذا الشكل، هذا مسدودين. هنا غادي نحلهم، عجبوني. جاوني دايرين بحال الفاخر، الحجر ديال الفاخر كيف كتشوفوا. عاطين معهم هاد السدادات ديال البلاستيك، ما تفين الكاميرا. هاي الاخرى، السدادات ديال البلاستيك، ما تفين الكاميرا. هاي عجبوني شكلهم، شتي فيهم هاد الخريسات من هنايا، فيهم هاد البوله الفوق، كيجيو على هاد الشكل. هذا هادي اللي جاتني بحال الحجر، بحال شي فاخر. زوينين بزاف. هادي هادي هنايا دايره بحال الدان. هي كاميرا. وهنايا شو زوينين، عجبوني بزاف. هادو بجوجهم خديتهم من هذاك الموقع ديال غوموي. دومونديت حتى كوفرلي البيتي، انا بيت لحنايا حتى هو دومونديت ليه واحد، باقي ما وصلني. وصلني غير هذا والطوانق الاخر، عاد جاي حتى هو الى جا غادي نشاركو معاكم. ونهنفرشو غنوريكم كيفاش جات التفريشه. شتي البنات كيفاش كتجي في كيجيو في الودن على هذا الشكل. هذا عرفتي ستيل ديالهم راقي وزوين بزاف. انا حمقوني، قولي رايي ديالكم واش حتى نتوما عجبوكم ولا لا. والثمن ديالهم جد رخيص، زعما واحد الثمن خيالي هو ولا هاد سميتو هذا الكوفر لي هذا. المهم غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف اللي مهتم وبغى ياخذهم. هنايا البنات غادي نصيب معكم واحد زيت ديال الفلفله، فلفل اخضر، فوائد ديالو كثيره، كيطول الشعر فواحد المده قصيره، كيقوي، كيمنعو من التساقط، وكيعطي فوائد بزاف للفروه ديال الراس. غادي ناخذ هنايا فلفله خضراء، فلفله خضراء هي اللي ديروا، يعني ماشي فلفله حمراء ولا صفراء. انا هنايا غادي ندير فلفله واحده، وغادي نكب عليها زيت الزيتون. المهم انتوا تشوفوا معايا جميع التفاصيل، وغادي نخليها في واحد المكان مظلم مده 3 ديال الاسابيع. ومن بعد عاد غادي نولي نديروا لشعري، نشقق به الشعر ديالي ونخليه واحد ساعتين في المكانه ودخلي الدوش. المهم هاد الوصفه راها زوينه بزاف بزاف.
لاباس عليكم. المهم البنات انا دابا غادا هابطه للسونتر باش ناخد شي حاجه من تما و بعد غادي ندوز ليد نتقدى شي حاجه خاصني للدار اليوم صافي وغادي نرجعوا ان شاء الله. راجعين دابا غدا لليدل باش نتقدى ايسي باغي دخلت لها على اساس باش ناخذ واحد جوج كادويات لوستي وبنتها. هذا ان شاء الله عيد ميلاد نهار 16 شهر ومشيت داكشي جيت انا لهاد السونتر هذا على قبل ايسي باغي كيعجبني داكشي ديالها. المهم حنا دابا غدا لليدل باش نتقدى وعاد نطلع ان شاء الله. من بعد ما تقديت وجيت غحطيت هنا التقدية. اول حاجة غنديرها وهي غادي نديرو شي حاجة باش نتغداو عاد نحيد هادشي.
هنا من بعد ما تغدينا وزاليت غادي نوجد العشاء ديالي. اليوم قررت ندير مريقه باللحم وبسباس وجلبانه. هنا تدرت في الطاجين شويه نادم معايا الحال، دورت كلشي في الكوكوط حيت كان عندي ما يدار. صافي درت كلشي في الكوكوط باش يطيب كلشي دغيا. في المقلاة غندير شوية زيت الزيتون وغندير البسباس يتقلنا شوية في الزيت. هاد الطريقة خديتها من عند حليمة المراكشية شنو سميتها نسيت كاع على ديك اليوتيوبرز. عجبتني الطريقة ديالها باش كيبقى شاد واحد اللوغو زوين. كنقلي شوية في زيت الزيتون مع شوية الملحة والبصلة، وعاد من بعد عاد كرميه في الكوكوط ولا ترميه في الطاجين اللي بغيتي. بالنسبه للبنات اللي طلبوا مني كيفاش يتقدموا من المواقع ديال الاسيويه، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نخصصو مختص زعما بكيفاش تشري من بانغكوك وكيفاش تشري من شين. غادي ان شاء الله نوريكم كل شيء بالتفاصيل. وبالنسبه اللي سولوني على قضيه الديوانه واش كنخلصها ولا ما كنخلصهاش، الديوانه كيبقى زهر يعني انتي وزهرك في قضيه الديوانه، تقدري تخلصي تقدري ما تخلصيش. و انتي في الاول لا بغيتي تجربي اي حاجه ما تفوتيش 500 درهم، وراه عندك واحد برسونتاج الى فتي 500 درهم ما كتخلصي حتى شي حاجه، ويمكن قل من 500 درهم راه كتخلصي شي حاجه. لهذا انا من بعد غادي ندير لكم فيديو خاص نوري الزوينه ديالي كيفاش يشريو من موقع بانغكوك ومن موقع شي اي، ما تكون على خاطركم ان شاء الله. صافي ملي كنسالي كنحيد المعنات اللي خدمت فيهم، ما كنبغيش الكوزينه تبقى عامره عليا، اي حاجه خدمت فيها كنبغي نحيدها ونرجعها وصافي.
صافي هنايا ساليت الاشغال ديالي كامله، العشاء ديالي الطاب سديت عليه. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني في الفيديو اللي قبل من هذا، قالوا لي سناء قولي لنا اشنو كتستعملي اليدين ديالك. البنات كان انا من وراء اي غسيل الاواني، واخا كنكون دايره الليكات ولا ما كنتش دايراهم، كنسالي من غسيل الاواني كنطلع ديريكت ندير هذا الكريم اليديه فيما كنسالي. الله يجعلني ما نغسل الماء نديرو نعاود نغسلهم، ما عنديش مشكل نعاود نديرو. وصراحه البنات هذا الكريم سميتو جليسيرين، زوين بزاف، خديته من كرايد فات. البنات اللي كيقولوا لي كراود فات، راه ماشي كراود فات، كرايد فات. المهم دخلت مع هذا الموضوع، كناخذو خديته من تما، راه باقي راه دابا بدلوا لي غير لومبالاج هاد جليسيرونا، بدلوا لي غير لومبالاج، راه باقي السميه هي سميه تلقاو في كريد فات. الثمن ديالو ما غاليش، ما بقيتش عقله صراحه، المهم ما غاليش. كنديروا اليدين ديالي شي حاجه زوينه البنات، وحتى الا كانوا مجروحين ليك راه كيداويهم ليك الصراحه. وصافي كيكون هذا هو اشنو كندير اليدين ديالي، زعما ما عنديش ليهم شي غوتين ولا شي حاجه، قليل فين كندير لهم تقشير هكا ونتهلا فيهم. اما هذا هو المرطب اللي كندير دائما. واخا بنتي وصافي، وغرت طب الفم ديالي وغادي نمشي نجلس. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى يكون نال اعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو مع الاحباب الاصدقاء. نبغيكم توصلوا هذا الفيديو هذا للعدد كبير من اللايكات الا قدرتوا. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.